عبد الحليم حافظ كان جميل جدا ورقيق جدا، بس اول تعرفي بيه كان في ضربه جامده او موقف محرج جدا. ايه بقى اللي حصل؟ لو عندكم وقت. لا لا معاك، احنا قاعدين لك خصوصا. بقى الراجل ماكير المكياج بيعمل لشاب انا مش شايفينه، والمساعد بيعمل لنا مكياج، فقاعدين بنتكلم مع بعض. فالمساعد بيقول لي ايه رايك يا احمد، بتحب الاستاذ فريد الاطرش ولا عبد الحليم حافظ؟ مع ان انا جاي فيلم عبد الحليم حافظ. قلت له انا بحب الاستاذ فريد الاطرش اكتر. ابص الشاب اللي جنبي ده لقيته عبد الحليم حافظ، يا نهار اسود اعيط ولا اروح ولا اعمل ايه؟ يا احمد يا حبيبي ليه بتحب الاستاذ فريد اكتر مني؟ وحبوب قوي. قلت له لا ازاي؟ قلت بقى اشغل فهامه بقى ولباقه بقى. قلت له اصل استاذ فريد الاطرش بيغني ولحن لنفسه، انت بتغني بس. انا ما صدقت حاجه اتعلق فيها. قال لي يا احمد اصل ما اغني واجيب ملحن كويس جدا واجيب مؤلف كويس جدا عملي يبقى متكامل. طبعا ساعتها كنت بس مش فاهم حاجه واعمل له كده اقول له بس شفتك في فيلم كذا وفيلم كذا وغني كذا، كنت متابع كويس يعني السيما يعني. فلقيته فرحان بيا، فاكر ان انا ولد صريح، حتى بتقابل في التلفزيون بعديها بيقولوا انت ليه تملي طفل معاك في اي فيلم؟ قال طفل شريحه من المجتمع، هو كان ذكي قوي طبعا لازم يبقى معانا. قالوا طب واحلى طفل بس انت معاه واحسن طفل؟ قالوا بقى فرحان انه صريح، والله لو اعرف ان عبد الحليم لو كنت جابلته، بس ما اعرفش انه يستاهل.